بسم الله الرحمن الرحيم. راح أشارككم تجربتي وقصتي لما ردت أخذ الفيزا لأمريكا قبل لا يصير عندي ما شاء الله الجنسية الأمريكية الفضل للرب العالمين. طبعاً كنت أنا هنا في الأردن، وتعرفون أنتوا الفيزا جداً صعبة على بالنسبة للجواز العراقي أنه نأخذها الأمريكا. فردت أروح أقدم للفيزا، فقبل لا أروح الكل نصحني قالوا لي ترى للعراقيين الفيزا مرفوضة، فقلت خلي أروح وأشوف. طبعا رحت ورفضوا لي إياها. لمن يرفضوش بالفيزا بالسفارة شي يسوون؟ يكتبوا ليش ما تقدرين تقدمين بعد من نال 6 شهور، ورا 6 شهور يلا تقدرين تقدمين مرة ثانية حقلك. فأني قالوا لي طبعا ماكو أحد يأخذ الفيزا، جدا 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 صعب، وتو الأدرى. طبعا تركت كل شيء حبايبي، تركت كل شيء. شنو هو الكل شيء؟ تركت كلام الناس، وتركت انه شلون صعب العراقيين ياخذون فيزا، وتركت الشيطان يوسوس يقول انه انت مستحيل. التزمت كل يوم كل يوم كل يوم، مو وقت معين، كل يوم اقرا سورة ياسين على نية اخذ الفيزا الأمريكا، على نية السفر وآخذ الفيزا الأمريكا. والله العظيم الله على ما أقول شهيد. مرات كنت مثلا أنا أكون طالعة في مكان وأنسى أنه أنا نسيت أنه أقرأها الصبح قبل لا أطلع، تعرفون ما أريد أنتظر إلى أن ما أرجع. فوالله العظيم كنت أنزوي وحدي وطلعها بالتليفون أقرأها، المهم أنه أقرأها. والله على ما أقول شهيد، أنزوي في مكان حتى لو وين ما أكون أنا موجودة، أنزوي في مكان وأطلع التليفون وأكتب سورة ياسين وأقرأها، وأقول يا رب العالمين أرزقني فيزة أمريكا عاجلا ليس آجلا. والله بعد 6 أشهر لما حق لي أنه أروح أقدم، أقسم لكم بعزة الله كلهم قالوا لي مستحيل. أول ما رحت بدون جدل أصلا انطوني الفيزا، كله بفضل رب العالمين حبايبي، وبيقينكم برب العالمين. أحبكم.